بجدد التحية بحضراتكم في الاستوديو التحليلي مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا. تامر، عايزة اتكلم معاك في نقطة مهمة جدا في اخر 13 مباراة لسموحة ما بين دوري وكاس، يعني ما حافظش على شباكه، واضح ان في مشكلة في منطقة الدفاع او في خط الدفاع. دي حقيقة، فرقة سموحة بتعرف تجيب جوال، يعني بيلعبوا كرة هجومية وبيعرفوا يسجلوا. صحيح لعنة الأهلي أصابتهم من بعد ما كسبوا الأهلي 3-2 وهو معدل التهديف نزل عندهم، بس دي ضريبة لما تكسبي فرقة كبيرة، العينين تبدأ تتحط عليكي والمنافسين بتوعك يبدأوا يذاكروكي أكتر وأكتر. فحتى لما تيجي تبصي من بعد الأهلي خسروا من الإسماعيلي 1-0، خسروا من البنك 1-0، يعني مباراتين ورا بعض ما جابوش إجوال. لكن احنا هنتكلم على النواحي الدفاعية. النهاردة كابتن عبد الحميد بسيوني بيغير السنتر باك اللي بيلعب جنب رجب نبيل، مدخل أحمد رمضان بكم. لكن من وجهة نظري أميرة، لما يبقى عندك مشاكل في النواحي الدفاعية، وكابتن عبد الظاهر طبعا سيد العارفين في الحتة دي، مشكلتي ان هو في لما يبقى عندك مشاكل في السنتر باكين، وحتى جول غزل المحلة يعبر لك قوي عن الموضوع ده، الأزمة. حمدي علاء هو بيرجع الكورة والخطأ اللي غلطوه. لما يبقى عندك مشاكل في السنتر باكين، او طالما ما عندكيش فتره توقف تعالجي الاخطاء دي، العلاج يجي من نص الملعب. تامني دايما من نص الملعب، تقللي معدل الهجمات اللي بيتعرض ليها السنتر باكين لغايه لما يجي فتره توقف وتعالجي المشاكل اللي عند السنتر باكين. يعني من وجهه نظري كان ممكن يدخل حمص قدام السنتر باكين، راجل عنده خبره اكتر من حمدي علاء، الراجل المعار او اللعيب الناشئ او الشاب المعار من الزمالك. حليمه يعني ممكن نشوف النهاردة معدل تهديفي، يعني بما ان احنا ممكن يبقى في مشاكل في الدفاع، فممكن نلاقي برضو النهاردة سموحة بيتلقى. على الجانب الاخر اكيد برضو سيراميكا النهاردة بيسعى للفوز. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معنا.